أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، شكرا لزملائي من داخل استوديوهات بغداد وأربيل، وننتقل وإياكم من السليمانية. وإحنا الآن متواجدين في أحد المصايف الموجودة في السليمانية، راح نشوف الناس أو العوائل شلون يقضون أوقاتهم. خليكم ويانا. مشاهدينا خليكم ويانا، راح نشوف احنا اليوم احد العوائل راح نلتقي بهم المتواجدين هنا. مرحبا، شلون الصحة؟ ممكن تعطيني مكانك؟ شكرا جزيلا. مرحبا، شلونك؟ من وين حضرتك؟ من بغداد. يا اهلا وسهلا، ممكن تعرفنا على حضرتك؟ انا وياكم مصطفى ابو عبد الله. أهلاً بغداد. اهلا وسهلا. شنو رايك هنا بالمكان؟ والله كل الزين، يعني اجواء حلوه يعني، والطبيعه يعني المكان كل زين يعني. نعم، انت جاي من بغداد. كلش قد تجون هنا؟ احنا كل سنه نجي هنا شهر او شهرين نبقى يعني مقيمين، اي ونغادر يعني مثل بغداد. تمام، تجون بجروبات لو انت ويا العائله تجي؟ لا احنا ويا العائله يعني على حسابنا الخاص. اي مو شنو رايك تجي يعني بجروبات لو تجون انتو كعائله وحدكم؟ يعني شو تفضل انت؟ انا افضل يعني، انا بالنسبه لي يعني دائما افضل انه اجي وحدي يعني، انا وعائلتي، واحب يعني افطر على الاماكن الحلوه مثل سدوكان او احمد هاوى وغيرها يعني، او سرجال يمكن اعتقد اسمها. اي نعم. كل انت يعني من تجون هنا كل قد تبقون؟ احنا هنا من نجي نبقى يعني شهر اي شهرين ونغادر نرجع لبغداد. تمام. اكو عندكم فد جدول معين للرحله؟ فد اماكن حاب تزورها انت؟ هو اكيد عندنا جدول، احنا دائما نخصص كل يوم مثل انه مكان، اما نطلع مثل الى سوق الجامع الكبير او مثل سدوكان او احمد هاوى او يعني باقي الاماكن في محله سليمانيه. شنو رايك بالخدمات المقدمه هنا؟ احكي لي بالبدايه يعني انت من تدخل سليمانيه كتعامل، شنو رايك التعامل الفنادق شلون رايك؟ والله التعامل يعني كل زين، انا الشعب السليماني يعني كلش احبه لانه شعب مثقف وواعي وطيب يعني، حتى يعني من تستشيرهم وعلى شغله او مثل خلينا نقول احنا نقول نضيع مثل بمكان انه هم يدلوك يعني، وشعب واعي ومثقف يعني كل زين. يعني رايك بتعامل الناس شلون ويا السائح اللي يجي؟ تعامل الناس كل زين يعني، انا ليش احب محافظه سليمانيه؟ لان دائما التعامل مالتهم كلش حلو. شنو اللي يميز دائما انه تجي انت هنا للسليمانيه؟ شنو اللي يميزها؟ اللي يميزها يعني هي كاجواء حلوه، جوها حلو طبيعي، امان. اي يعني هنا حتى لو يعني تفطر بنص الليالي يعني عادي يعني حلو يعني امان. اي يعني انت من تتجول هاي الفتره كليتها تعتمد انت يعني على تسال مثلا لو تعتمد على الخريطه لو شنو؟ انا دائما اسال وافضل دائما الجي بي اس اللي عندي بالتطبيقات الموبايل يعني. خلينا نحكي ويا المدام ونشوف راي حضرتها. مرحبا، شلون الصحه؟ شنو رايك هنا بالمكان؟ والله كلش حلو. هاي صار كم مره احنا نجي والحمد لله. نعم. كلش الخدمات المقدمه هنا شنو رايك فيها؟ تعامل الناس من تجون تدخلون سليمانيه شنو رايكم بالخدمات المقدمه؟ والله زين الحمد لله يعني، ويعني امان وحلو، ويعني من واحد يسالهم يعني يجاوبون، ومو يعني شلون نقول يعني متحفظين وهاي هيجي. لا الحمد لله. ايش قد صار لكم انتم هنا؟ تقريبا 20 يوم. بعدنا ما مكمل. رحتي المولوي؟ شفتي سوق مولوي؟ اي مو اي هو هذا رحنا له شويه، انا ما احفظهن. نعم. اي بس رحنا. اي شفتي السوق مالتهم؟ شفتي الطبيعه؟ شفتي البضاعه الموجوده؟ مو اول مره، دائما يعني قلنا نجي بالصيف وهاي.
يعني احسن ما نطلع برا بالخارج، هنا شويه صار الجو احلى. زين انتم تجون هنا يعني تسوين انت الاكل تجيبوا وياكم لو تطلبون هنا؟ حسب، لا انا من نطلع هيك سفره لا ناكل برا نفضل، بس تعرفين احنا مو لانه شهرين وهيكي فنسوي مثلا مرات هيك بالبيت. اي يعني. وانت تسوي حسب طلب العائله لو انت اجتهادك الذاتي هذا؟ لا حسب طلب طلباتهم هم. شو تحبون؟ شو تحب الاكل يكون دائما بالسفره موجود؟ خلي اجي لك من نانا اسمح لي. اي شلون البنوته الحلوه؟ اي هلو، شنو اسمك؟ حسنيه. حسنيه في دبي. بيصف انت حسنيه؟ انا بالاول. رحت للاول يعني نجحت للاول؟ اي نجحت. عافيه، شد حيلك، هذه بالمدرسه لازم تطلع من الاوائل. اوكي. وانت حبيبتي شنو اسمك؟ انا زهراء. زهراء. اي بالثالث اللي حروح للرابع. رحتي للرابع، شنو طلعتي؟ ناجحة الأولى. ناجحة الأولى، عافية حبيبتي بالشطورة، إن شاء الله دوم الموفقية والنجاح. أبو عبد الله نرجع وياك نحكي شوية نسولف، احكي لنا حرب بغداد شلونه؟ والله حرب بغداد يعني توصل بالخمسين، وإحنا إحنا انهزمنا من بغداد وجينا هذا المكان لأنه قلت لك أجواء يعني حلوة، يعني الطبيعة مالتها حلوة، يعني هناك جوز يعني 50-49 بس هنا الأجواء يعني بالأربعين زين. يعني مهما كان أفضل عندنا. زين نرجع على سالفة الأكل، هي أم عبد الله صح؟ أم عبد الله قالت إنه أنا أطبخ حسب ما هم يريدون، أنت بالسفرات شنو يعجبك تطلب؟ والله يعني من رحنا لأحمد أو قلت لها أريد الدولمة. الدولمة لازم، الدولمة حاضرة بكل سفرة لازم موجودة. يعني هاي اللي يصير بيها الباقلة والضلوع والهاي أكيد. تمام. إي فيصير طيب يعني بيها، ومرات يعني بعض الأحيان نسوي البرياني. البرياني بعد هي تعرف بعد هي من الطبخ ومن البرياني صار طيب. سهولة هو أنت يعني شنو اللي أسهل يكون الطبخ بالسفرة؟ هو أكثر شيء واحد برياني، الدولمة، السمك لا طبعاً من برا. أي أكيد. أي. أوكي. أي. إحنا إن شاء الله نتمنى لكم أوقات حلوة تقضوها أنت والعائلة، وإن شاء الله تتونسون وترجعون دائماً باستمرار تعيدون تجربتكم. شكراً جزيلاً لحضراتكم ونتمنى لكم أوقات ممتعة. شكراً جزيلاً. مشاهدينا راح نلتقي ويا احد العوائل المتواجده هنا ونشوف شلون يقضون اوقاتهم. مرحبا، شلون الصحه؟ الحمد لله. شلون تعرفين على حضرتك؟ انا رنا حيدر من كركوك، جايين سياحه يعني. اي والله. ايش قصار لكم جايين؟ والله يعني العصر طلعنا تقريبا الساعه 3 من بيتنا، فلليلو نرجع لان احنا كركوك قريبين، بس هذا المكان لاول مره نجي بيه. شنو رايك انت هنا بهذا المكان بالخدمات؟ كلش كلش اول مره نجي بيه يعني، حيل حلو قريب داخل سليمانيه تقريبا. اي أيوة، واحنا بعدين نروح الجافيلاند ورا. اي والله ونرجع بالليل. هذا يعني قلت لي هنا يعني باقين ترجعون بالليل. شنو محضرين انتم هنا بما انه هاي سفره خفيفه او على السريع، شنو محضرين؟ والله جبنا اكلنا بصراحه من البيت، طبخنا وشغلنا طبخ. والله طبخت برياني ودجاج شوي حسب طلب العائله لو يحبون. انت يحبون. اي يحبون. اي بينما احنا تغدينا بالبيت فاخذناها عشا ويانا. اي والعصير وكله جايبي ويانا. اي والله. خلينا نحكي وياك شويه نسولف. مرحبا، شلون الصحه؟ منا خلي شويه لو تقرب اذا ما تصير زحمه. اي شكرا جزيلا. عرفنا على حضرتك. هذا كاظم ابو ريام. اهلا وسهلا ابو ريام. ابو ريام شنو رايك هنا بالخدمات المقدمه؟ والله ما شاء الله يعني كل شيء متوفر، يعني احنا بالنسبه لنا جايين من كركوك اللي هنا المكان هذا، وشنو ما شاء الله خدمات حلوه واجواء حلوه ومناظر حلوه، يعني خاصه هنا بكركوك نفتقر هيش اللي خدمات وهيك اجواء. يعني احنا نسبت على من الكركوك هيك السليمانيه، حتى الرفه نفسنا رفه عايد. تغيرون جو شويه، تبتعدون عن اجواء الحر. انا موظف، انا دوام يعني تدرين الموظف. نعم. بالبيت الدوام التزامات.
التزامات، فاستغل الجمعة والعطل اطلع عائلتي ارفع عائلتي اونسهم. نعم. كلش قد انتم تجون لسليمانية؟ والله يعني اعياد مناسبات يعني خاصه بالصيف يعني نجي اكثر من مره مرتين نجي. اي نعم. من تجي انت تعتمد يعني على تسال الناس على الاماكن لو تعتمدون على الخريطه؟ يعني هواية واكبر يعني تندل. واللي ما اندلها بالخريطه بالموبايل. نعم. عندي خريطه انزلها ويدليني. شنو رايك بالتطور اللي دا يصير هنا بسليمانيه؟ يعني انت اكيد كل فتره تجي وتشوف التطور، يعني شنو رايك بيه؟ والله التطور كلش حلو من كل النواحي، من الاعمار، من الشوارع، من خدمات، من كل شيء ما شاء الله. واربيل سليمانيه دوك كله حلو. ايه نعم. انتوا هنا قاعدين يعني نازلين بفندق لو؟ لا لا، نرجع ان شاء الله بالليل، نظل الليل 12 بالليل ونرجع. على اعتبار انه كركوك قريب. اي بسيارتي جاي يعني الحملة، بسيارتي جاي لليل ونرجع ان شاء الله لبيتنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنى لكم اوقات ممتعة والبرياني ان شاء الله يطلع طيب. زين، ونتمنى لكم اوقات ممتعة تقضون هنا وان شاء الله دائما تعيدون الجاية. شرفنا. اي ان شاء الله تنعاد ان شاء الله وشرفنا بمعرفتك. اهلا وسهلا الي شاف. شكرا جزيلا لحضراتكم مشاهدينا، خليكم ويانا راح نشوف بعض العوائل المتواجدة هنا، نشوف رأيهم بهذه الاماكن. خليكم ويانا راجعي لكم. ورجعنا وياكم مشاهدينا وراح نشوف احد العوائل المتواجده هنا، راح نشوف رايهم بهذا المكان ونشوفهم من وين جايين وشلون يقضون اوقاتهم. مرحبا عمو. اهلا ومرحبا. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا، الله يبارك بيك. اهلا وسهلا عمو. ان شاء الله. من وين انت؟ والله من بغداد جديده، من بغداد. يا اهلا وسهلا، عرفنا على حضرتك. انا مدرس متقاعد والان بمدرسه اهليه بزيونه. نعم. اي نعم. عمو شنو رايك هنا بالسياحه هنا؟ والله السياحه بالسليمانيه بالذات. نعم. رائعه جدا. لأنه الجو أولاً درجة الحرارة منخفضة يعني تقريباً بحدود 38، بينما بغداد 49. والتعامل مال أهل السليمانية تعامل جداً جيد، يعني الناس طيبة إلى أبعد ما يكون، طيبين. زين عمو أنتوا جايين بجروب لو أنت جاي؟ لا والله جاي ويا العائلة. أجرنا تاكسي وجينا. شنو تفضل يعني تجي بجروب أنت لو تجي ويا العائلة؟ لا والله أجي ويا العائلة أفضل، لأن الجروب يرهقنا. العام جينا للأربيل ولدهوك ولمدة 6 أيام 7 أيام وارهقونا من الصبح لليل بس نركض. أكيد مو جدول، ملتزمين بجدول حتى تطلعون وتشوفون مكانات أكثر. احنا البارحة رحنا المناطق حلوة كلش. نعم. مسجلها أنت عمو حتى لا تنسى. سجلته. أحمد آوى رحنا على البارحة، ورحنا بيارة. نعم. ورحنا تشيفيلاند. يعني هاي مصايف رائعة جدا. نعم. وحلوة كلش. زين عمو يعني دا أشوف أنتوا يعني تجون هنا دائما لو هذه أول مرة؟ لا والله أول مرة أجيب زوجتي وبنتي. نعم. وذول أطفال اثنين دا يلعبون. نعم. أي نعم. شنو رأيك عمو بالخدمات المقدمة؟ تعامل الناس، تعامل من الناس. تجي تدخل لسليمانية لحد ما أنت تطلع من عندها. بصراحة جدا مؤدبين ورائعين جدا، الله يبارك بيهم وبأخلاقهم العالية. وأهم شيء إحنا كمسلمين أو غير مسلمين أهم شيء الأخلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وقال في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ما سواه. فالأخلاق هي أهم شيء، وتعامل أهل السليمانية كل أخلاق، يعني تعاملهم أبو الشاي أبو الريوق أبو الغداء. وين رحت تشرب الشاي أنت؟ أي والله شربوا الشاي بالله، هاي سوق سالم. سوق سالم. سوق سالم. شارع سالم. شارع سالم ماني أنسى. شارع سالم رائع جدا. أكلت هناك. شربت الشاي على الفحم. رائع جدا رائع. أنا وبنتي شربنا 2 شاي، زوجتي ما يشرب شاي بس يشرب قهوة. و
وهاي اكلنا شنو هاي بيتزا البيتزا بيتزا رائعه اي الله يبارك بيتزا كل شكلات رائعه. زين انتم هسه هنا جايين قاعدين يعني الاكل شلون؟ والله ما شفنا احنا جبنا ويانا جبنا ويانا فخاذ طابخين اليوم فخاذ فخاذ اشتريت فخاذ من السوق وحمستين وجبتين ويانا ناكل ان شاء الله لانه اول مره ما جاء في هاي المنطقة أول مرة كان نجينا. كلش حلو متوفر فيه حلو أبو خدمات أي. بس يعني. شافيلاند أرقى من عدة شافيلاند كلش رائعة هو يعني. كل الأماكن هنا بصفة عامة كلها حلوة وخدمات خدمات بيها. رائعة عمو شنو اللي يميز سليمانية هنا أنت رحت وشفت بعض المناطق والله. شنو رأيك بسليمانية شنو اللي يميزها أولا التعامل نعم. التعامل والجو اسمح لي أسالف ويا خالي كلش حلو خالي شلون صحتك خلي اجي من يمك منك احسن شكرا عمو شكرا شكرا اي خاله حلوه حبيبتي سولفينا حلوه بيكم باجواء الجو البارد كلش حلوه عجبتنا والله حتى قلت له ان شاء الله سنه الاخ نرجع للسيمانيه ان شاء الله اي والله ان شاء الله احكي لنا خاله على السفره شنو تحضرين شنو احنا من طلعنا قال لي باكر نروح للسيمانيه فبنية انتهت بأطفالها تحضر ملابس وهاي أنا حضرت لهم سويت لهم فطائر للطريق جمدنا مي جمدنا مشروبات غازية طريق 4 ساعات ونص يمكن هيك فشنو ما حسينا بي والله كلش حلو شلون يعني فرحانين جايين للسيمانية هاي أول مرة خالد اي أول مرة أنا رايحة زين شنو رأيك بالتطور هنا أنا شفتي أكيد يعني من خلال التجول مالتكم حلوة ما شاء الله ونظيفة شوارعها حلوة ناسها خوش ناس والله كلش حلوة ما شاء الله الله يديمها عليكم الله يسلمك ايش قد باقين أنتم هنا يعني بحسب الساعة 5 أيام يمكن نبقى 8 أيام 10 تقريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى احنا شنو نشوف مصايف اخرى ده نسأل أيه. نسأل وين ما اروح اسأل يا ابو اينكم مصايف وين لان انا ما اندلها انتوا طبعا اكيد جايين من الحرب بغداد وهنا أيه حتى شويه درجة الحرارة بغداد 49 قاتلة يعني 49 50 51 تصوري ما تقدرين تطلعين من البيت خاطر تتسوقين وتجين فهنا رائعة جدا أجواء رائعة شوارع نظيفة تعامل الناس جيدة جدا مؤدبين جدا يعني والله العظيم يعني أعجبنا بسليمانية من دون كل المحافظات الله يبارك بيكم إذن عمو أنت يعني تقول هاي أول مرة أنا جاي لسليمانية شلون راح تعتمد أنه تزور الأماكن راح تعتمد تسأل الناس لا راح تعتمدون على الخريطة لا أسأل الناس وأسأل أبو الفندق وأسأل السواق من عندهم وأنا اجتماعي بالطبع اجتماعي دائما أظل أسولف تقول لي زوجتي تقول لي زوجتي من أطلع بغداد أروح السواق تقول لي ايش قد راح تطول اقول لها نص ساعه اجي وراها بساعتين انت سوالف رايح وجاي سولف وياه رايح وجاي الله يبارك فيك رايح وجاي سولف وياه احكي له بعدين ارجع للبيت تقول لي ها شو هسه اي وهي محتاجه المخضر حتى تطبخ ويتاخر الغداء مالتك وبعدين تقوم تحكي عليها لانها تعرف انت مستحيل امس زوجتي بحرف واحد نعم الله يحفظها اني شوفي أقول للطلاب أقول لهم إذا تريد تعيش مع زوجتك حياة جميلة ورائعة تتخذ قاعدة واحدة تعتبرها صديقة ما تعتبرها زوجة الصديقة لا يمكن للرجل أو الشاب أن يعتدي عليها أو يكلمها بخشونة دائما عيني وغاتي وتاج راسي وقلبي وحبيبتي وكذا هذا الحب الأبدي الموجود هذا الحب إحنا أنا وياها بستخدم هاي الطريقة بحياتها ما قالت لي باسمي من ابو ساره اصيح لي وانا اصيح لام ساره ما تقول لي عدنان نهائيا ابد ولا اقول فلانه بس ام ساره عيني اغاتي اليوم جبت تين 7000 دينار اول ما خسرت لها تين وكلتها والله العظيم أول وحدة والله العظيم وكلتها تين وكلتها 3 قلت لها ارتاحتي يلا أنا أكلت يلا أم سارة هاي شو تريدين بعد من زين هاي هو هذا الحال صراحة مو شون ما كان عنده صريح خطيب هو حياتي الزوجية لازم تكون مستقيمة لازم تنجح مو والله
الشباب الشباب بالوقت الحاضر تزوج وراها بست شهور سوى مشاكل ضربها حش على امها حش على ابوها، انت شلون تشكي على امها اللي مربيتها التربيه جيده وابوها تعبان عليها ومخرجها من الكليه ومن الاعداديه؟ ان شاء الله عمو انت تكون درس وقدوه لكل الشباب يسمعون. والله العظيم دائما اوجه الطلاب لحد الان ترى انا بزيون ادرس مدارس اهليه، مدارس أهلية أدرس لغة عربية وإسلامية، أدرس الاثنين هم لغة عربية وهم إسلامية، فدائما أتكلم ويا الطلاب والطلاب أسأليها لمسارة، الطلاب الصوري بمجلس الوزراء ثقي بالقرآن الكريم، مجلس النواب يوقفون يقطعون الشارع، جاني قائد فرقة قطع الشارع مالنا وجابوا اسبيه يقول لي استاذ عدنان شنو تعليمك؟ تعليمك يعني عالي، تعليمك لحد الآن راسخ في أذهاننا، أهم شيء الأخلاق، أهم شيء التعامل الجيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دين المعاملة والدين حسن الخلق، بينما الناس عراك ومشاكل ويسب الزوجة ويسب أهلها ويسب أبوها. نعم عفنا من هاي المشاكل كليتها أكيد يعني ما تخلى عفوا هي نعم. هذه تجربتك الأولى بسليمانية نعم. راح تعيدها إن شاء الله؟ إن شاء الله عيدها سنة الأخ بإذن الله تعالى، لأنه شفت التعامل جيد وارتاحت بها فهاي راح تعكسها على سنة. رأيك بالتعامل وأصحاب الفنادق؟ والله تعامل إحنا فندق واحد نعم. فندق واحد الحقيقة تعامل جيد نعم. يعني أوادم طيبين وزينين وأخلاقهم جيدة وأنا متعامل وياهم بإحسان، يعني كلمة طيبة صدقة أي المعاملة. إن شاء الله إحنا نتمنى لكم أوقات ممتعة وتعيدها دائما إن شاء الله. أنت أو خالة أم سارة إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. الله يسلمك، الله يبارك بيكم ويحفظكم يا رب. الله يسلمك، الله يسلمك حبيبتي. إن شاء الله تقضون أوقات ممتعة أنت وإن شاء الله. الله يحفظك، أشكرك حبيبتي. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا عمو، شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا. نعم مثل ما شفتوا مشاهدينا هذه الأجواء هنا في مصايف سرتشينار، وشفتوا رأي العوائل المتواجدة هنا اللي جاي من كل محافظات العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة حتى يقضون أوقات العطلة الصيفية في هذه المصايف وهذه الأجواء الحلوة. خليكم ويانا مشاهدينا، دائما ناخذكم بجولاتنا المختلفة وأماكن مختلفة نعرفكم عليها وناخذ رأي الناس. وهذه عودة إلى داخل استوديوهات أربيل العاصمة، إلى اللقاء.